السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواتنا وحبايبنا. النهاردة هتكلم النهاردة إن شاء الله عن منتج، هتكلم على التينر البوليستر. ده تينر بوليستر، ده تينر ده مخصوص عشان يتخفف بالبوليستر أو الأسيتون، بس ده اسمه تينر بوليستر 2225. أنا قبل كده عملت البوليستر في المسابقة، قلت لو مش موجود عندك اللي هو التينر بتاع كبسي استخدم أي تينر، بس هنزود نسبة تينر فرن ونسيب البوليستر يهدى شوية، بعد كده نبدا نشتغل بيه. فالتنر الفرن هيظبط معاك الدنيا. لو مش موجود عندك التنر 2225 هنستخدم التنر مع التنر الفرن، هيظبط معاك الدنيا شويه وسيبه يهدى شويه. وقلنا المعلومات ديت في الفيديو اللي قبل كده، اللي عايز يرجع له يبقى يرجع له. بس النهارده انا مش هتكلم عن البوليستر، انا هتكلم عن الاسيتون او التنر البوليستر. ده رقمه يا جماعه 2225، وسعره معاك هيبقى اوفر من التنر، يخلي جوده معاك البوليستر احسن، ما يحافظش على البوليستر معاك، ما فيش تخريم، ما فيش مشاكل في البوليستر، فدوت احسن ان احنا نخف بيه البوليستر. طبعا كل كيلو بوليستر بياخد حوالي 200 جرام اللي هو التنر بتاعه. فانا هنا ان شاء الله برضه هندرب مع بعض عشان اللي ما حضرش قبل كده برضه يستفاد معانا. اول حاجه هنعملها، قلنا البلياستر بيتكون معانا من ثلاث حاجات، من ثلاث مكونات اساسيه: البلياستر والمعجل والمصلب. اول حاجه بنعملها بندور المعجل على الكميه المطلوبه معانا او على الكميه كامله لو هنرش بالكميه كامله. اما لو مش هترش بالكميه كامله اعمل عيار نص الكميه على نص المعجل والمصلب اول باول، او بالكيلو. كل كيلو ليه 20 جرام معجل وليه 20 جرام برضو مصلب، ما تزودش النسب عن كده ولا تقللها عن كده. اول حاجه بنعملها دايما قبل ما نحط التنر، قبل ما نحط اي حاجه، ان انا بدور المعجل حلو الاول في الحاجه. قلنا ناخد وقتنا في تدوير المعجل علشان يدور معايا كويس، لان لو حطيت التنر المعجل هنا ممكن يفصل معايا ما يدورش معايا حلو. فبحط الاول المعجل بتاعي. الكلام ده برضو بالنسبة للأبيض وبرضو بالنسبة للشفاف نفس القصة. بنتأكد ان كل البلياستر الخام نزل معانا في المعجل ونبدأ نقلبه كويس. انا هستخدم التنر يا جماعه، كل كيلو بحط له 200 جرام يعني تقريبا خمس الكميه، ما بخفش عن كده. ده يا جماعه تنر بلياستر، ده خاص بالبلياستر بس، ما ينفعش تشتغل بيه اي حاجه تانية، ده مخصوص للبلياستر فقط. ده عشان يا جماعه سوء الاستخدام، لا دوت مخصوص للبلياستر بس، ما ينفعش تعمله على بوهي ولا دوكو ولا اي حاجه، ده خاص بالبلياستر، حتى مكتوب عليه من الشركه تينر بوليستر، ده خاص بالبلياستر فقط. دي معلومه برضو حبيت ايه اقول لكم عليها، وده سعره هيوفر معاك عن التينر العادي كمان ويظبط معاك الدنيا ان شاء الله. شوفوا يا جماعة، لما استخدمنا التنر المناسب بتاع البلياستر 2225، وانا متعمد كمان ان انا اكبس الشوب، والله ما شاء الله البوهة زي ما يكون تشطيب، ناعمة وسايحة، لا في تخريم ولا تخريز ولا اي مشكلة. وده كمان دبليو اس، لو 2200 هيبقى اعلى من كده كمان. يا جماعة ده رقمه يا جماعة 2225. من الحاجات برضو اللي اتعلمناها يا جماعه في كبسي، ان كل حاجه ليها التنر المناسب ليها. سيستم البروتين ليه تنر بروتين، البوهي الفرن ليها تنر فرن، البلياستر ليه مذيب البلياستر الاسيتون او تنر البلياستر 2225. استخدم التنر المناسب هتلاقي الدنيا معاك مظبوطه وزي الفل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.